سعيد عبده من عمان يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، يعني إذا طاف للقدوم المفرد، القارن والمفرد، إذا طاف للقدوم يجوز أن يقدم معه سعي الحج بحيث لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع عند السفر، فالمفرد والقارن عليهما سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم.